إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكل يرغب في التزود من العلم الشرعي، فيلجأ الكثير إلى مطالعة الكتب الدينية والبحث في المصادر دون الرجوع إلى أهل التخصص، فيحدث الاضطراب. وأرباب أو أئمة التصوف يحذرون في موضوع ضبط العلم والعمل من أنه لا بد من الرجوع إلى الشيوخ في العلم والعمل لمنع التشعب ومنع التشتت. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل المنهج في الكتب ولا في السطور، وإنما جعله في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا ما تتلمذ الإنسان على نفسه وقرأ في العلم مباشرة، هذه لو سمحت الصوت بس الأخوة، فاصل غير محسوب طبعا، فكان الواجب يعني أن تتخذوا معهم اللازم. هناك أمثلة على الوقوع في الأخطاء الشنيعة. تذكر بعض المصادر أن داعيا من أدعياء العلم الذين أخذوا العلم من الصحف أو من الكتب دون الرجوع إلى العلماء، بعضهم قرأ حديثا في أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، فقرأها أو صحفت في المطابع من الحبة إلى الحية السوداء، فجاء رجل يشكو عاهة، فقال له إن شفاءك عندي الحبة السوداء، قال له عليك بحية سوداء، فقد جاء في الحديث الشريف أنها شفاء من كل داء. ما هي تصحيف يا أخي؟ ما أنا بقول لك الحديث الحية، يأخذون العلم من الكتب فيصحفون الكلام ويخطئون في قراءته، هذا مثال على الجهل لا على العلم. الإمام الغزالي رحمه الله يقول: العامي يفرح بالخوض في العلم إذ الشيطان يخيل إليه أنه من العلماء ومن أهل الفضل، فلا يزال كذلك حتى يفتي بغير علم. والله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم. فسبحان الله، عندما يعني لفت نظري لما أنشئت قناة الناس، لما كان يديرها بعض الذين لا علم عندهم، قلت عن الحديث الشريف ربما يكون من علامات نبوآته صلى الله عليه وسلم، حيث قال اتخذ الناس، فما هو السر في تسمية هذه القناة بقناة الناس على حذف مضاف؟ هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه يكثر الجهل. كذلك من الأسباب التي نركز عليها الارتباط بالأشخاص لا بالفكرة، وهذا ما حذر منه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما قال: إن الحق لا يعرف بالرجال، الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، فهم يثقون في أشخاص معينين على فكرهم وعلى منهجهم ولا يثقون في غيرهم. كذلك ربما تختلط المفاهيم، فما هو من السنة يحذرون الناس منه ويقولون إنه بدعة والعكس. كذلك من الأسباب أو الأمثلة التي نركز عليها اعتقاد أن الدولة تحكم بغير ما أنزل الله وعدم التفريق
بين إنكار الحكم الإلهي وبين عدم العمل به، إلى الأخطاء الكثيرة في مجال الجهاد وغيره والحاكمية، كما سبق أن تحدث فيها الإخوة الأفاضل. من الطامات أيضا اعتقاد أن الإصلاح كما هو منهج الإخوان المسلمين يبدأ من السيطرة على مقاليد الحكم، فلا بد من الوصول إلى السلطة حتى يحكم المجتمع الإسلامي وحتى تقوم دعائمه. ولقد سمعت بعضهم يقول هذا المثال الغريب، قال إن الدولة كالسلم لا ينظف إلا من أعلاه. الدولة كدرج السلم لا ينظف إلا من أعلاه، فسيطرت هذه الفكرة، وقد حذر منها أعلام كبار مثل الإمام الشيخ محمد عبده والعلامة سعيد النورسي والعلامة المرحوم الشيخ الشهيد بإذن الله تعالى أستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوضي. هناك آثار أجملها سريعا حتى لا يقطع علي معالي رئيس الجلسة، فأخشى إذا قطع علي أن يكون خطاب القطيعة، فأريد أن يكون الخطاب تواصل لا قطيعة، فسوف أختصر بسرعة. هناك من الآثار المترتبة على ذلك هو تشويه صورة الإسلام في البلاد الغربية. هذه الآثار التي نعانيها، أخذ الغرب فكرة سيئة جدا عن الإسلام، وواجب على علماء الوسطية وعلماء المنهج الصحيح وأهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الأزهر الشريف أن يقاوموا هذا التشوه وأن يعيدوا الصورة الصحيحة للإسلام النقي الصافي الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك تضييق على الإسلام الوسطي وعلى منابر الفكر المعتدل، وهناك أيضا ترويج للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك أيضا وجود أحكام عجيبة متطرفة نجدها من هؤلاء الذين يدعون أنهم يسيرون على منهج السلف والسلف منهم براء. رأيت كثيرا من الشباب يحكمون على الإمام النووي وابن حجر العسقلاني بأنهما ليسوا من أهل السنة والجماعة. قلت سبحان الله، إذا كان ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث والعلامة الإمام النووي المحدث الكبير، إذا كان هؤلاء ليسوا من أهل السنة فمن هم أهل السنة والجماعة؟ كذلك رأيت واحدا آخر يشكك في أئمة كبار أعلام نشروا الفكر الصحيح ويدعمون الفكر المنحرف المعوج. فمثلا هناك سيد قطب يقول هذا الكلام وهو موجود في كتبه، ينفي فيه الخلق وينفي فيه الدين عن سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا معاوية بن أبي سفيان، حيث يقول: وجاء معاوية تعاونه العصبة التي على شاكلته وعلى رأسها عمرو بن العاص قوم تجمعهم المطامع والمآرب وتدفعهم المطامح والرغائب، ولا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير، بل يتهم أيضا سيدنا عثمان بن عفان الخليفة الثالث رضي الله تعالى عنه، فيقول: ولقد كان من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ضعفت عزيمته عن عزائم الإسلام وضعفت إرادته عن الصمود لكيد مروان وكيد أمية من ورائه. هذه الأفكار إذا ما شاعت في المجتمع الإسلامي، وخاصة ونحن في مصر بلد الأزهر الشريف القائم على حفظ الكتاب العزيز والدين الإسلامي، وأشهد الله سبحانه وتعالى أنه
لولا الأزهر في مصر لتحولت إلى معاقل التطرف والإرهاب وسفك الدماء. الأزهر الشريف يحقق الأمان في هذه البلاد. إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلولا أن الأزهر فيه نفع للناس ما أبقاه الله تعالى هذه القرون الطويلة. يا معهدا أفنى القرون جداره، وطوى الليالي ركنه والأعصر. وأقول قولي هذا، واستغفر الله تعالى لي.